لانطلاقة الشوط السابع فتحت البوابات على بركة الله مشاهدين الكرام لتنافس يجمع جياد وفراس عمر الأربع سنوات فأكثر التي ربحت سباق وكذلك التي لم تربح للتنافس على مسافة 1650 متر وقيمة الجائزة 54 ألف ريال. الانطلاقة ما بين كل من مبرور وأيضا محاولات من بقية الجيادة، أيضا محاولات دلغان الآن من الداخل في المركز الأول ومبرور في المركز الثاني وألوف في المركز الثالث، محاولات سهم الخيل في المركز الرابع، مسعف يبدأ التقدم الآن لتحسين المواقع الآن في المركز الرابع، فيما دلغان في المركز الأول بطول وربع الطول، المركز الثاني لمبرور محاولات التقدم من الخارج لألوف الآن، فيما مسعف يتأخر مركز الرابع، محاولات التقدم أيضا من قبل كظيم الآن يبدأ التقدم وتحسين الموقع في تحادي ما بين دلغان ومبرور وألوف ومحاولات كظيم للدخول الآن. مشاهدين متابعين الكرام، الشوط السابع لم يحسم والتنافس على أشده والصدارة لمبرور في المركز الأول، المنعطف الأخير مبرور في المركز الأول، مسعف يأتي من الخارج، مبرور في المركز الأول، مسعف يأتي لانتزاع الصدارة والمركز الأول، مسعف للمركز الأول، محاولات للدخول أيضا من بقية الجياد مشاهدين الكرام، مسعف مسعف والصدارة والمركز الأول ومحاولات من أمان في المركز الثاني، الدخول يأتي للمركز الثالث من قبل رعايد. إذا حسم الشوط لصالح الجواد مسعف من نسل شل